يوجد شعار المجلس القومي للحقوق الإنسان إدارة الإعلام ويشير إلى أنه تقرير مبدئي عن زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى سجن أبو زعبل رقم 2 في تاريخ 30/3/2015 ومكون من صحيفة واحدة مدونة على الوجهين وصحيفة أخرى تحمل شعار المجلس القومي لحقوق الإنسان وإدارة الإعلام تحت عنوان تصريح صحفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان يشير إلى أن عروس التقرير بعثة سجن أبو زعبل للنائب العام المؤرخ 31/3/2015 والصحيفتين غير منظورتين بأي توقيعات أو أحكام شرط عليهما المحكمة بما يفيد النظر والإحصاء تاريخ اليوم Thank you.